قانون الانتخابات الرئاسية دوت لازم نلتزم بيه ونبتدي الانتخابات عشان نخلص ونرجع القلب اللي احنا فيه دوت. مش كل شوية بقى هنقعد نقول محصن ومش محصن وقوة ثورية وقوة دستورية وقوة شرعية، لا احنا نخلص انتخابات الرئاسة ونركز في اللي ورانا، وكل واحد يشوف وراه ايه يعمله، وكل واحد عنده مهمة يعملها، وكل واحد مسؤول في حاجة يعملها، ونطلع بالبلد من القرف اللي احنا فيه ده، من المشاكل اللي احنا عايشين بيها. مفيش امن، ما عندناش شغل، كلنا مشاكل، بتصحى الصبح على مشاكل، بتنام على مشاكل، قصص خطف. هنستنى بقى نقول اصل ده محصن ومحصن ليه؟ انت خاف ليه من التحصين؟ لازم يبقى فيه رضا من الشعب، يبقى الشعب كله موافق على يبقى يكون فيه انتخابات رئاسيه. مش لازم يبقى فيه قوى معارضه لقوى معارضه، نحاول ان احنا نقعد معاها ونوصل معاهم لحل او لاتفاق او يعني حل جذري. هو مش هتقدر ترضي كل القوى السياسيه، لان في قوى اشتراكيه وفي قوى ديمقراطيه، الاختلافات كتيره جدا، زائد ان القانون تم تحصين اللجنه بسبب انه لو في طعون هتبقى المده طويله جدا، واحنا كمان زهقنا من الموضوع ده. انا واحد من الناس اللي شاركوا في ثوره 25 يناير وثوره 30 يونيو، لكن الافضل لمصر دلوقتي ان احنا نتوحد ورا رئيس واحد. انا شايف ان موضوع قانون انتخابات الرئاسه الجديد للاسف الشديد بالنسبه لمعظم الاحزاب عندنا في مصر اتفقوا على الا يتفقوا، هتلاقي في حزب مؤيد وفي حزب معارض. طبعا كلها للاسف احنا لابد ان احنا ننسى الاهواء الشخصيه تماما ونفكر في مصلحه البلد. انا شايف ان قانون انتخابات الرئاسه الجديد مناسب جدا لكل من تتوفر فيه الشروط اللازمه، ونشوف الشعب هو عايز مين. الشعب الوحيد هو اللي يقدر يحدد مصيره. والله انا يعني اطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان البلد تبقى في امان والشعب يبقى في امان، لان احنا دلوقتي كل يوم في النازل، فياريت يجي لنا واحد يقوم بينا واحنا نقوم بيه، ومش هنختلف مع اي حد طالما المصلحه العامه تبع الشعب. ان شاء الله باراده ربنا هتكون البلد الاصلح بعد الفتره الرئاسيه الجديده، وهتتظبط ان شاء الله، والدنيا هتبقى حلوه، وربنا يصلح الحال. إذن السياسيون يتناقشون ويختلفون، والمواطن المصري كل ما يريده هو الوصول إلى الأمان والاستقرار. يعني هذا ما يمكن أن نلخصه من مجمل الآراء التي وردت في هذه العينة العشوائية من المواطنين. نستكمل النقاش، وينضم إلينا هاتفيا دكتور عبد العظيم حنفي أستاذ العلوم السياسية، أستاذ عاطف عبد الغني مدير تحرير مجلة أكتوبر، والأستاذ خالد البدوي الكاتب والمحلل السياسي. دكتور عبد العظيم حنفي، كيف رأيت هذا الجدل؟ في واقع الأمر لقاء السيد الرئيس بالقوى السياسية وتعبير عن الدولة المصرية الجديدة وتوجهاتها في التفكير المتبادل بين الدول، بين الدولة وقوى المجتمع السياسي في إطار دستوري ناظم للعملية السياسية. ومن ثم فأن ما قام به السيد الرئيس هو تجسيد للتوجه الديمقراطي الكامل للدولة المصرية الجديدة. أما بالنسبة للجدل ففي واقع الأمر فأنه المواطنين الذين عدلوا بآرائهم الآن هم أصدق تعبير عن الوضع الراهن. هل القانون الجديد للانتخابات وتوجه السيد الرئيس هو تعبير عن سياسة جيدة أم سياسة غير جيدة؟ بمعنى أن الموقف السياسي للقانون الانتخابات جاء تعبيرا عن مقاييس معيارية وأحكام إمبراطية أم لا؟ بمعنى هل هو تعبير عن قيم ديمقراطية وعن نزاهة وشفافية في الديمقراطية أم لا؟ هل هو تعبير عن مصر تقود معركة ضد الإرهاب وعدم التحصين؟ يعني في التحليل الأخير هو نفاذ القوى الإرهابية وحالة فراغ وشلل سياسي لمدة شهرين كاملين. الشارع المصري لم يعد يحتمل الموقف، الآن موقف خطير، والوضع الاقتصادي كلنا نعرفه، البطالة تتزايد، الدولة في صراع
مع الإرهاب بحق وجود الدولة نفسه أصبح محل نظر. نعم. الدولة تتمزق وهؤلاء السياسيين يريدون أن يوصلون إلى مدى من المهاترات الكلامية التي لا توصل إلى مكان. طيب أنا يعني إذا وضحت وجهة نظرك، يعني تؤيد مادة التحصين حرصا على المصلحة الوطنية وعدم تعطيل المرحلة الانتقالية وعدم استغلال ذلك من قبل البعض. بشكرك دكتور عبد العظيم. أستاذ عاطف عبد الغني، يعني في كل مرة يحدث استفتاء أو انتخابات كان المواطن ينظر دائما إلى أنه يجب أن يشارك فيها، يجب أن يتخطاها لكي نخطو المرحلة التالية حتى نصل إلى الاستقرار والأمان. النظرة لم تختلف في هذه الانتخابات الرئاسية، لكن المعطيات تعتقد أنها اختلفت ونحن في أشد الحاجة إلى إنجاز هذه المرحلة في أسرع وقت ممكن؟ نعم أستاذ عاطف. أستاذ عاطف هل أنت معي؟ طيب لحين عودة أستاذ عاطف عبد الغني إلينا أنتقل إلى الأستاذ خالد البدري الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ خالد، يعني نفس السؤال، المعطيات تعتقد تختلف هذه المرة في أهمية وجود رئيس للبلاد، أم انه يعني بما ان نظرة المواطن لم تختلف الى انه يجب ان يخطو هذه المرحلة حتى ننهي المرحلة الانتقالية؟ بالتأكيد احنا في منعطف مهم في حياة مصر وفي تاريخها الان. نعم. نحن نمر بمرحلة جديدة، مرحلة سيتم فيها يعني الاستقرار الذي ينشد كل المواطنين المصريين اللقاء الرئيس عدلي منصور بالأحزاب المختلفة والاستماع للرؤى المختلفة حول قانون الانتخابات، أمر جيد وأمر يعني فيه كثير من الديمقراطية. نحن الآن يجب علينا أن لا نتوقف ونسير إلى الأمام ونؤكد على وجوب اختيار الرئيس الذي يحكم هذه البلد والذي ينطلق بها إلى الأمام. لا مجال الآن للمهاترات ولا مجال الآن لإضاعة الوقت. نحن الآن نسابق الزمن حتى تستقر هذه البلد. أعتقد أن الاستحقاق ومن ثم الاستحقاق الآخر بانتخابات البرلمانية. فلا شك أن مصر الآن في حاجة ماسة إلى عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخها. فأعتقد أن لا يعني يمكن أن نختلف أو نتفق، ولكن في النهاية يسير الأمر وفقا للرؤى التي تم تحديدها من خلال اللقاءات والموافقة على هذا القانون الجديد والسير في الاستحقاق الانتخابي المهم في انتخابات الرئيس. نعم، بشكرك جزيلا السيد خالد البدري المحلل السياسي. بشكر أيضا دكتور عبد العظيم حنفي أستاذ العلوم السياسية، وإن لم نستطع التواصل معه لكن على أي حال بنشكر أستاذ عاطف عبد الغني مدير تحرير مجلة أكتوبر. وعودة مرة أخرى مشاهدينا إلى ما ورد إلينا عبر الفيسبوك وتويتر من آراء لحضراتكم حول ما نعرضه من نقاش. لك مرة أخرى أسماء. شكرا لك إيمان. بالفعل ما زالت التعليقات ترد إلينا حتى هذه اللحظات، ونبدأ مع حسن يقول في طي رسالته: للأسف إن معظم القوى السياسية لا تعبر عن مطالب الشعب المصري الذي ما زال خارج إطار الدائرة، وكأنه أصبح كرة تتطاير في الهواء ومن يملكها يتلاعب بها. فليعلم الجميع أنها الفرصة الأخيرة، وإلا سيكون الجميع أمام قضاء الشعب، وعندها سيتولى الشعب المصري إدارة نفسه. أيضا محمد عبد الله يعقب على سؤال حلقة اليوم ويقول: القانون طبعا لازم هيكون في اختلاف في الرأي، دلوقتي محدش فاهم البلد ماشية ازاي، وإحنا دلوقتي المفروض أصلا نكون نتفق على مرشح واحد أو اتنين عشان ما يبقاش فيه تفتيت في الأصوات. أيضا عمر عبد العليم: أنا من رأيي حتى لو قانون الانتخابات اتفقت عليها دول العالم، القوى السياسية المصرية هتختلف عليه لأنها بتنظر إلى مصالحها الشخصية مش مصلحة مصر. أيضا أسامة عباس يعقب على سؤال حلقة اليوم ويقول: يجب إلغاء جميع الحركات المسلحة بجميع الدول العربية وخصوصا فلسطين، ووضع مادة في الدستور يجرم إنشاء أي جماعة مسلحة تحت أي اسم في المستقبل، لأن تلك الجماعات
لأن تلك الجامعات تضعف سيطرة الدولة على أراضيها ويسهل اختراقها لتنفيذ عمليات قد تكون لمصلحة العدو، وخصوصا في فلسطين. أي جماعة مسلحة تنشأ تحت أي مسمى تضعف حكومة فلسطين والشعب الفلسطيني وتعطي مكاسب لإسرائيل. أيضا يعقب على سؤال حلقة اليوم خالد عبد العزيز، بالطبع سيكون هناك اختلاف من بعض القوى السياسية كما تردد في الأيام الماضية في بعض وسائل الإعلام بعد صدور القرار، وأكيد سيكون هناك توافق ضئيل من بعض القوى السياسية، ولكن الأهم بالفعل هو توافق القوى الشعبية، لأن توافق عدد كبير من القوى الشعبية يعطي انطباع إيجابي للقوى السياسية المعارضة لقانون الانتخابات، وبالفعل ستعيد النظر بالتوافق تماشيا مع المصلحة العليا للوطن. أشكر أسرة البرنامج، شكرا جزيلا لك. أيضا يعقب على سؤال حلقة اليوم عطلة كمال، القوى السياسية لن يتم التوافق بينها إلا في حالة واحدة، إذا كانوا جميعا يعملون من أجل مصر، ولكن طالما هم يسعون إلى المناصب من أجل المناصب وكل له أهدافه ومصالح شخصية، فمن المستحيل أن يتم بينهم أي توافق. أيضا شيكو يقول في طي رسالته، المهم أنه توافق مع القوى الشعبية، لأن القوى السياسية بلا استثناء أصحاب أجندات خارجية، أما النشطاء فهم مع السبوبة أينما كانت. حلقة اليوم إبراهيم شريف يقول، أشكر أسرة برنامج همزة وصل الذي يجعلنا نشارك من بعد في مشاكل الوطن وفي مختلف المواضيع التي تهم الناس، ولكن أتمنى أن ننتهي من مواضيع الانتخابات والإخوان ونتيجة لمشاكل عديدة تواجه الشعب المصري وتحتاج للمسؤولين لحلها، فلماذا لا يتم استضافة مسؤول في كل حلقة لحل مشاكل المتصلين مثلا؟ كان هذا الجزء الثاني من التعليقات والمشاركات التي وردت إلينا خلال موضوع حلقة اليوم، وتحول مرة أخرى إلى إيمان منصور لإنهاء هذه الحلقة. إليك إيمان. شكرا جزيلا لك أسماء، نرجو أن نكون عرضنا أكبر قدر من الآراء لإيصال أصواتكم مشاهدينا. موضوع حلقة الغد، هل ترى أن الضربات الجديدة الموجهة إلى قطاع غزة تنذر بحرب جديدة على القطاع؟ في انتظار آرائكم على صفحتينا على الفيسبوك وتويتر همزة وصل إيجي. إلى اللقاء.